السلام عليكم. في أحد الأشخاص سألنا، قال لي عبد الله، بالنسبة للفيلم هذا اللي أنت فزت فيه بعدة جوائز، لو ممكن تشرح لنا كيف عملته، أو إيش الخطوات اللي ممكن الواحد يعمل فيها فيلم 3D أو انيميشن 2D، رسوم متحركة، ثلاثية الأبعاد أو ثنائية الأبعاد. أنا بشرح باختصار لأنه الموضوع هو يعتبر طويل، بس إن شاء الله مستقبلا أحصل وقت وأعمل دروس في هذا الخصوص بإذن الله، وانشرها على قناتي على اليوتيوب. طبعا بالنسبة للعمل، لازم إنه الواحد لما يبدأ، يعني أنا من ناحيتي لما بدأت بهذا المشروع، أنا مثلا كان لازم في عدة خطوات. طبعا كبداية الخطوات اللي واحد ممكن يشتغل فيها، طبعا أول شيء تكون في فكرة للعمل نفسه اللي بينتج، سواء كان هو 3D أو 2D، ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد، رسوم متحركة. يبدأ أول شيء كتابة القصة. هو الأفضل إنه تكون القصة مركزة ومختصرة، لأنه العمل كل ما كان فيه شخصيات كثيرة كل ما كان متعب لما يكون شخص واحد فقط. إذا كان فريق الأمر مختلف، طبعا في بيكون توزيع للمهام، بيكون الموضوع أسهل وما فيش التعقيد هذاك. أنا مثلا أول شيء كتبت القصة، وبعدين بدأت أرسم الشخصية، إنه شخصية هذا الفتى اللي حصل نفسه داخل سفينة فضاء، مش عارف إيش الموضوع يعني كان. وبعدين طبعا رسمت العناصر اللي بتكون في القصة نفسها، مثلا كانت في زي سفينة الفضاء أو سفينة إنقاذ. طبعا رسمتها كذا كخيال، يعني إنه بيكون فيها كذا المكان، وهنا مكان قمرة القيادة، فيها مكان الأكل، مكان النوم. طبعا بعد ما ترسم هذه السكتشات، بدأت أحول الرسمة إلى رسم إلستريتور، يعني مثل الديجيتال الرقمي. يعني شوفوا هنا مثلا كان الرسم، بعدين حولته الى الستريتر. طبعا الشخصية اتغيرت، لانه انت لما تجي تشتغل العمل هذا بالذات في 3D او 2D، تبدأ تتكون لك افكار وتحسينات، انك تحسن من العمل نفسه، وبعض الاحيان تتخلى عن اشياء حتى تنجز العمل كمان. وبعدين في حاجة اسمها الكاركتر اكسبريشنز، هذا هو التأثيرات. تبدأ برضو أنت ترسم رسومات كيف بتكون تأثيرات الوجه، الغضب، الحزن، الكذا يعني. تمام، هذه دائما لما تعمل هذه الأشياء تسهل لك من العمل بعدين، ويكون لك كمرجع. طبعا كان بيكون في أب وأم، أبو وأم وكذا، بس الموضوع بيكون معقد كثير، بيحتاج لي وقت طويل، لأنه عمل نمذجة الشخصية من الرسم إلى تحويلها إلى 3D يعني يحتاج له وقت ومجهود. يعني فعلا وضعية الشخصية طبعا هي أكثر من كذا، يعني الحركة وكذا، حسب مسار الأحداث اللي في القصة اللي بتنتج. أنا زي ما قلت، يعني هذه أصلا تعتبر يعني الطريقة الأكاديمية، إنك تعمل تكتب القصة، بعدين تعمل سكتش، الرسوم اللي يسمى الدرافت، رسوم أولية للقصة. وبعدين في حاجة اسمها الستوري بورد، هذه مهمة جدا. في ناس يعني أي شخص مبتدئ، حتى أنا كبداية كنت ممكن أعمل أي شيء من غير ما أفعل الستوري بورد. الستوري بورد هذه مهمة جدا. أي فيلم يعني ينتج في السينما العالمية، كرتون، رسوم متحركة، قصة، كليب قصير، كل شيء يعني لازم يعملوا له ستوري بورد. مثلا المربع الاول، الحدث الاول، بعد الحدث الثاني، مع التصوير، كيف بتكون الكاميرا من امام الشخصية، من خلف الشخصية، الوايد شوت، الكلوز شوت، تكون فيها لها تأثيرات في مسار احداث القصة. الاحداث خطوة بخطوة، عرض للاحداث اللي بتكون في الفيلم خطوة بخطوة، على اساس بعدين لما ابدا اشتغل، حتى لو تشي تعمل اعلان على مستوى الاعلان 30 ثانيه، لازم تعمل كذا ستوري بورد، انك تتبع هذه الخطوات. وبرضه يكون لازم في نص مكتوب، لو في حديث انه بيتحدث هذا الشخصيه مع الشخصيه الاخرى او كذا وكذا،
بحيث وبالثواني برضو توضع الثواني كم ثانية بيكون مثلا في هذا المربع، كم ثانية بيكون الكلام، وهنا بهذا المربع كم بياخذ ثواني حتى ينفتح الباب مثلا. تعمل رسم رقمي للستوري بورد نفسها اللي عملتها بحيث تكون اكثر وضوح، واللي يسمى الكلر سكريبت، انه الالوان نفسها، المود، الكلر مود حق الفيلم كيف بيكون، يعني الإضاءة كيف بقى تكون، الألوان نفسها. أنا طبعا بعدت أجزاء لأنه كان في أبو وأمه في الفيلم، بس شلتهم لأنه الموضوع كان فيه تعقيد وبياخذ وقت طويل يعني حتى أنجزه. وبعدين يعني إيش اللي يحدث؟ أنت طبعا تبدأ ترسم. أنا مثلا شفت الرسمة الأولى اللي هي كانت سكتش، كان رسم أولي، رجعت رسمتها بشكل رقمي، وزي المخطط انه هنا بتكون لوحة التحكم، المركبة وحدة هذه الانقاذ، سفينة الفضاء، هنا الباب، هنا مكان النوم مثلا، هنا طاقة شمسية، على اساس كيف انه عايش داخل هذا المكان، يعني نوع من الاقناع برضه. وبعدين ايش اللي يحصل؟ حولتها طبعا بشكل رقمي، عملت لها مودلينج. بعدين ايش اللي يحدث؟ انه يتحول الشيء الى 3D. تقوم بعمل مودلينج بالبرنامج اللي يكون سهل لك وفيه امكانيات. انا بشرح برضو ايش البرنامج اللي انا استخدمته في هذا العمل. هنا بعد الريندر، يعني كان انعكاسات على اساس المريخ، الفضاء كذا، والاضاءة والشادو الظل هنا. هذا انت لما تعمل هذه الاشياء تقسم، يكون عندك نظرة عامة للبيئة الفيلم اللي بتعمله، ويكون عندك مفهوم وتصور وتمشي عليه، ما يكونش الموضوع ارتجالي. هنا الشخصية طبعا بعد في النهاية لما عملت المودلينج بهذا الشخصية، حاولت ابسط من الرسمة بحيث ما يكونش فيه تفاصيل كثيرة. هنا بعد الريندر طبعا، هنا الآن في داخل برنامج مايا. برنامج مايا من البرامج القوية جدا في صناعة الثريدي بشكل عام، يعني يستخدموا شركات عالمية في أفلام ومنتجات والأنيميشن وكذا. برنامج قوي قوي جدا، صحيح انه معقد نوعا ما كذا، شوية فيه صعوبة في الاستخدام، بس في له دروس كثيرة على اليوتيوب. إذا الواحد عنده نية فعلا بيقدر، يعني أي شخص ممكن يصمم في شيء ممكن يحقق الموضوع، مش مستحيل طبعا. طبعا هنا الشخصية أنا بدخل على الشخصية لحظة، هنا أشوف الشخصية. هنا بعدين لما بدأت أصنع الشخصية، طبعا الشخصية في البداية كانت مربع، يعني مربع تماما بهذا الشكل. بعدين بدأ المربع هذا، يعني بدأت أعمل له مودلينج، نمذجة، أتحول إلى هذا الشكل، بعدين إلى الشكل السموث الناعم. وبعدين هنا يعني شوف مثلا، هو عبارة عن كان مربع تماما كامل، كل شيء كان مربع، لكن هذا في دروس طبعا كيف عمل الشخصيات وكذا، هذا تحصلها في النت كثير دروس أجنبية. خطوة خطوة الواحد ممكن يعمل كل شيء طبعا، ما في شيء صعب يعني. بعدين تنعيم للوجه بحيث لما يكون الشكل كذا يكون فيه نوع من النعومة يعني يكون مقنع. بعدين يتم تركيب العظام اللي هو البونس، يعني الموضوع فيه نوع شوية يبدأ يتعقد شوية، بس مثل ما قلت يعني كل شيء بالممارسة بيتصلح. هنا الآن شوف الشخصية فيها عظام، عظام علشان التحريك، كيف بحرك هذاك الجسد؟ سبحان الله، يعني الله خلقنا، احنا خلق فينا عظام عشان نقدر نحرك أجسامنا. والموضوع المفهوم يعني برضو في 3D نفس الكلام،
مش انه شيء جاهز بكل سهولة، لا. يعني انا على مستوى اليد، شوف اليد على مستوى الاصابع، شوف الاصابع نفسها، يعني في فقرات هنا، شوف الاصبع داخل هنا قبل ما قبل العمل النهائي ما يطلع. طبعا اليد نفسها هنا مثلا، يعني كل شيء، كل شيء في الرقبة عشان أحرك الرقبة مثلا. الشيء المتعب في الأمر إنه حكاية اللي هو التايم لاينز أو الثواني، اللحظة بس هنا عشان يكون أكثر وضوحا. الآن أنا أعمل أي حركة هنا، هذا الشريط اللي تحت هذا لازم أسجل، أعمل ريكورد، يعني تخيلوا كل حركة لازم أعمل لها ريكورد، وهو يغمض عينه وهو يفتح عينه، يعني هذه كلها حركات. وبعدين كل ثانية، تخيلوا كل ثانية تحتاج 24 لقطة، يعني 24 فريم من هنا علشان أعمل ثانية واحدة، يعني إجمالي الفيلم القصير هذا اللي هو 5000، اللي هو ما يقارب 4 دقائق، الإجمالي تقريبا 5400 وشوية لقطة، يعني علشان يكون الحركة تكون واقعية. طبعا مثل ما قلت هنا بالفيلم هذا أنا عملته كل ثانية 24 لقطة عشان تظهر ثانية واحدة، علشان كذا أنا حاولت أخفف، خليت الشخصية، ما دخلت أكثر من شخصية، خليت الشخصية ماشية على الولد هذا اللي هو حصل نفسه كذا. وعملت طبعا أشياء في المركبة هذه، في سفينة الفضاء هنا، على أساس الطعام يطلع له من هنا، في حاجة على أساس إنها دي إن إيه كاختراع، يعني كفكرة إنه الطعام عن طريق الدي إن إيه تقنية، إنه يطلع طعام، يختار الطعام اللي يشتيه ويضغط عليه، مثل هنا ما شفنا هنا الضغط طلع له حليب مثلا. طبعا هذا مثلا اللقطة هذه اللي نشوفها هنا، اللي هي هذه طبعا، يعني هذه كيف كانت، وهنا بعد الريندر. وفي برامج كثيرة، في سينما 4D، 3D ماكس، بلندر برضو ممتاز جدا ومجاني فري، بس هو البرنامج الرئيسي هو اللي هو هذا مايا. شوفوا هنا مثلا على مستوى العظام، الأسنان هنا مثلا لو نشوفه بشكل شبكي أو بشكل إكس راي، شوف في أسنان داخل، يعني على مستوى الأسنان، اللسان، العين، شوف الكرة العين، يعني موضوع فيه نوع من يعني التشريح. كان الموضوع ممتع، وكتجربة أولى الحمد لله، يعني حققت إنجاز، الحمد لله، اللهم لك الحمد. ما كنتش أتوقع يعني إنه بيفوز بعدة جوائز وكذا، الحمد لله. وهذا يعني موضوع 3D الانيميشن بشكل عام، حتى الشركات الكبيرة تعمل كذا، بس طبعا معاهم امكانيات اكبر، معاهم اجهزة اقوى، فريق كامل، وفي حاجة اسمها الخامات، اللي يعني شخص فقط علشان يعمل الخامات هذه، الالوان، الماتريال اللي هي مثلا لون الثياب، لون الكذا، الجلد الكذا، وشخص عليه التحريك، وشخص عليه النمذجة، شخص عليه يعمل الشخصية، شخص يعمل البيئة المحيطة، أكثر من شخص. وهذا باختصار يعني قصة عمل فيلمي ألون. وإن شاء الله بإذن الله بعمل دروس مستقبلا، أحصل وقت بعمل دروس كيف النمذجة، وفي دروس كثيرة أي شخص ممكن يحصل دروس بالهبل في الانترنت، يعني في اليوتيوب كذا، كيف عمل الشخصيات، كيف التحريك، كيف عمل الافكتات، كل شيء يعني ممكن يحصل. وانا ان شاء الله برضو بعمل دروس، درس سلسلة عن الفيلم نفسه من الصفر، كيف بدأت اعمله، وبحيث انه الاخرين يستفيدوا ان شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله.